بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في حلقة اليوم سأتحدث عن استخراج النص من الصور وتحويله إلى صوت نسمعه. قبل الشروع في كتابة الأكواد في البايثون شارم إديتور، يجب إنزال المكتبات الثلاث الأتي. أول مكتبة بنكتب هنا بيب انستول بيلو ونضغط مفتاح لإدخال إنتر. طبعا يجب أن يكون الجهاز متصل بالإنترنت. قال لي هنا رسالة requirement already satisfied، إن هذا المطلوب تم استيفائه، يعني نزل قبل كده على الجهاز. أما لو لم يكن تم تركيبه على الجهاز سابقا، سيبدأ في تركيب هذه المكتبة. المكتبة الثانية بكتب هنا pip install python tesseract ونضغط مفتاح لإدخال إنتر، يبدأ في إنزال هذه المكتبة. أعطاني أيضا رسالة requirement already satisfied، سبق وأن أنا نزلت هذه المكتبة. بالنسبة للمكتبة الثالثة بنكتب أيضا pip install gtts اللي هي خاصة بالجوجل تكست. قال لي أيضا رسالة هنا requirement already satisfied، إن تم استيفاء هذا الطلب قبل كده وتم إنزاله. بنكتب الكود التالي بعد إنزال هؤلاء الثلاث مكتبات إلى الجهاز. نبدأ في كتابة الكود. في السطر الأول بنكتب from below import، استورد ليا طبعا image capital. في السطر الثاني بنكتب from python tesseract import، استورد ليا image to string. في السطر الثالث بنكتب ايضا from play sound، من play sound import، استورد ليا play sound. في السطر الرابع بنكتب import استورد gtts. ده بالنسبة لأربع الأسطر الأولى. بنستورد مكتبة بيلو، بناخد منها image. من مكتبة python tesseract بنستورد منها image to string. من مكتبة play sound بنستورد منها play sound. وبنستورد جوجل تكست. وبنكتب الكود البسيط التالي. بنفتح متغير اسمه image ونكتب يساوي، وتستخدم المتغير الفانكشن اللي انا سبق استوردته في الخطوة رقم واحد، وهي اسمها image. فنكتب image dot open، يعني افتح لي ملف. انا عندي هنا ملف موجود في الفهرس اللي هو بايثون، خاص بالبايثون. الفاتورة اسمها invoice.png. انا اريد ان القارئ يدرك هذا النص، يعمل له recognize ويقرأ هذا النص ويحوله الى صوت. بنرجع للكود ونكتب اسم هذه الفاتورة، فبكتب بين quotation mark invoice.png اقرأ هذه الفاتورة. طبعا الفاتورة هنا مكتوبة باللغة الإنجليزية. في السطر السابع بكتب هنا، أفتح متغير اسمه مثلا text يساوي، وأستخدم الفانكشن اللي أنا سبق استوردتها في الخطوة رقم 2 اللي هي image to string. أستخدم image to string أقرأ الصورة اللي أنا وضعتها في المتغير في الخطوة رقم 6 اللي هي image. بكتب هنا image، وأخذ كومة وأكتب المعامل الثاني الذي أحدد فيه اللانجوج. أكتب هنا لانجوج، وأجد إن هنا الشورت كات مينو بتوضح لي هنا أنت هتكتب أي معامل، فأكتب معامل لانجوج يساوي. طبعا هي مكتوبة باللغة الإنجليزية، بنكتب يساوي كوتيشن مارك وبحدد هنا اللغة مثلا ENG، ده اختصار للغة الإنجليزية. أنزل للسطر رقم 8.
وأحول هذا النص اللي وضعته في المتغير تكست إلى صوت مسموع. هنا أفتح متغير وليكن اسمه TTS أكتب يساوي، وأستخدم الخدمة الخاصة بالجوجل أكتب GTTS. طبعا هذه المكتبة اللي أنا استوردتها في الخطوة رقم 4 أو في السطر رقم 4، وأخد دوت وأخد منها الفانكشن جوجل تكست تو، وبعدها بفتح قوس وأخد المتغير تكست اللي أنا سبق استخرجت فيه النص المكتوب من الصورة، وأخد كوما وأدخل المعامل الثاني أحدد لانجوج اللغة. هنا اللغة طبعا لها ترميز آخر هنا بتساوي، وناخد كوتيشن مارك وآخد اي ان جي بس، لأن جوجل سيرفيس اختصرت هنا اللغة الحرفين. لكن بالنسبة للإيمج تو سترينج اللي مكتبة بايثون تيسر أكت بتاخد 3 حروف، دي ملحوظة ناخد بالنا منها واحنا شغالين. ترميز اللغة بالنسبة للإيمج تو سترينج اللي هي من مكتبة بايثون تيسر أكت بنكتب 3 حروف، لكن بالنسبة لجوجل تكست تو سيرفيس بتاخد 2 حروف في ترميز اللغة. بيقرأ النص ويحوله إلى لغة إنجليزية. بناخد المعامل الثاني بنقول له وانت بتقرأ النص السلو، عملية التبطيء دي بناخدها بين كوتيشن مارك ونكتب فولس، القراية يعني معناها لا تبطئ من عملية القراءة. في السطر التاسع بكتب نفس المتغير تكست تو سبيتش دوت سيف، احفظ هذا الملف. يحفظ الملف اكتب اسم الملف اللي هيحفظه عندي في الفولدر وليكن مثلا باسم فويس دوت احوله ام بي 3. في السطر العاشر بكتب هنا بلاي ساوند، تخدم هنا مكتبة بلاي ساوند في قراءة هذا النص. بكتب بين تنصيص هنا يقرأ النص اللي انا سبق كتبته فويس دوت ام بي 3. بكده أكون انتهيت من كتابة الكود لكي يقرأ هذه الفاتورة. نحاول الآن نضغط على مفتاح ران ونرى النتيجة. هنا سيستغرق وقت بسيط في القراءة وتحويل النص المصور من على هذه الصورة إلى تكست نص، وبعده بيحفظ هذا النص إلى MP3 فويس ام بي 3، وبعده بيقوم بعملية القراءة. Your company LLC address 123. Say, my country P11122233. F11122334. Bill T. John Doe. Alpha Bravo Road 33. P 111222338. F 111222834. Client at example.net. Shipping to John Doe Office. Office Road 38. P 111383222. F 122222884. Office at example.net. http://listinvoice.com. Invoice number 0001. Invoice date the 12th of December 2001. Name of rep. False. Contact phone 101-102-103. Payment terms. Cash on delivery. Amount due, $4,170. No product. Service quantity, rate, unit amount. Hours. Price. One tie $2, $20, $40. Two underscore. Steering wheel $5, $10, $50.
3 engine oil $10, $15,150. 4 brake pad $24,1000, $2,400. Subtotal $275. Tax 10%, $27.50. Grand total $202.50. Thank you for your business. طبعا من الواضح من عملية القراءة أنها قرأت أغلب النص بطريقة صحيحة، لكن يوجد في أخطاء في بعض قراءة بعض الأرقام، وده ناتج إن ممكن إن هناك بعض البكسلات في الصور لم يتم استدراكها أو عملية الكوجنيشن لها لم تكن جيدة، لكن كل ما كانت الصورة واضحة عند التقاطها والخط كبير هنا بيتم إدراك التكست بشكل سليم. دي ملحوظة بحب أقولها، لأن ممكن نفاجأ إن هو بيترجم أرقام أو بعض الحروف بطريقة غير صحيحة. بعد كده نجرب مستند باللغة العربية. عندي هنا مستند في الفارس عندي باللغة العربية، هنا أرب تكست أحاول أقراه اللي هو خاص بعلم الخطابة. اسم الملف هنا arabtext.png. نجرب هنا فتح هذا الملف وقراءته باستخدام القارئ، فبكتب هنا اسم الملف arabtext.png، بعدل هنا في اسم الملف، بغير اللغة في السطر رقم 7 اللانجوج، هنا بكتب ارا وهنا بثلاث حروف. في السطر اللي بعده بكتب هنا ار اللي هو خاص باللانجوج، و نفتح نضغط كليك على ران وننفذ ونشوف النتيجة. اداني هنا خطأ لان ملف الام فويس ام بي 3 مازال داخل الفولدر، بمسحه تاني من داخل الفولدر. هنا طبعا ممكن ادي دالة المسح بعد ما ينتهي، لكن هنا انا بجرب فقط، فبمسح ملف فويس ام بي 3 وبضغط ران تاني لكي يتم التنفيذ. علم الخطابة تعريفه وتصرفه، اعتقد الأقدمون أن للخطباء يعرف له أصول وقوانين من أخذ ببهاء أو بعيارة أدق منه. استطاع الأخذ بهاء والسير كطريقها عد خطيبنا، وعرفوا هذا العلم بأنه مجموع قرآننا. تعرف الدارس طرق التأثير بالكلام وحسن الإقناع في التقضاء، فهو يعنى بدراسة طرق التأثير ووسائل الإقناع وما يجب أن يكون عليه المنصب من صفات وما ينبغى أن يتجه إليه من المعافى فالموضوعات الخطبة، وما يجب أن تكون عليه ألفاظ المخطبة وأساليبها وترئيها، وهو بهذا نير الطريق أمام من عنده استمداد مثقال يربى ملكه وينمى استعداده. رئيس غلام عنده من عيوب وبش إلى طريق لاح نفسه ليسير في الدرب ويلك السبيل. هذا العلم ينير الطرين ولا يحمل على السلوك، سهر برشد دارسه إلى مناهج ومسالك ولا يحمله على السير سيهاؤه ويعلي المصباح، ولا يضمن له أن يرى به إذا كان فعينيه رماد. وإن أرسطو واضع كتاب التخطابة لم يكن خطيبا، بل قال فيه الجاحد إنه كان بتاع. طبعا من الواضح عند القراءة أنه كان بيقرأ النص، طبعا نص هنا كان صغير جدا والحروف هنا كانت صغيرة، فكان في قراءة لبعض الكلمات صحيحة وقراءة خطأ. ده ناتج ان طبعا الصورة كانت صغيرة جدا والحروف هنا غير واضحة امام القارئ،
فكانت النص بيتم تحويله بشكل غير صحيح. لكن لو تم قراءة هذه النصوص وتصويرها وتكبير هذا النص بشكل أكبر وكانت الحروف واضحة، سيتم إدراك النص جيدا، يعمل له ريكوجنايز صح، وبالتالي تكون القراءة صحيحة. وتعمدت أني أحضر هذه الصورة لكم، وبهذا النص الصغير جدا جدا بجرب هنا الكود، هل يا ترى هيقرأ الحروف وهذه الكلمات بطريقة صحيحة؟ لا، هنا لكي لا ننزعج، ان لو النص المصور غير دقيق في التصوير والصور زي ما بنقول مبكسلة غير واضحة، بالتالي القراءة هتكون غير سليمة. اما لو كبرنا الصورة عند التصوير وجعلنا تصويرها بالسكانر او باي وسيلة دقيق، ان شاء الله القراءة هتكون دقيقة. ده كان بالنسبة لحلقة اليوم، تحويل النص المصور، وانا بقصد هنا المصور سواء مصور من خلال الكاميرا او من خلال سكانر او ماكينة تصوير، ازاي نحوله الى صوت مسموع. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.